سبع عائلات، كل عائلة يمكن فيها 10 أشخاص وأكثر. بس عمو بس هلا كلهم طيفشين، اللي رايح صيف على الفرن ما بيحسن يجيب خبز، واللي رايح يدور حفوضات ما في، واللي رايح يدور حليب ما في. لا أنا بتمنى من كل العالم أهالي عفرين بالذات إنه يساعدوا أهالي الضياع، ما إنه تركوا بيوتهم وخربوا بيوتهم وقذفوا طائرات وكل شيء، يعني مأساة كثيرة.